لكن خليني اقول لك انه خريطه الكره يبدو انها بتتغير. يعني النهارده من ضمن الماتشات اللي حضراتكم برشحها لكم انكم تتابعوها في ماتشين اعتقد هيكون فيهم كره حلوه، بدايه من ريال مع مونشن جلادباخ، ومونشن جلادباخ فرقه الحقيقه بتقدم كره اكتر من رائعه. في كل فتره كده بتطلع فريق نجوم مش معروفه، اسماء مش معروفه، مجهوله الهويه، لكن حاله الانسجام وحاله التنظيم وحاله الرغبه والاراده اللي بتبقى عند التيم كله مش عند مجموعه لعيبه نجوم بتبقى اكتر من رائعه وبتكون ليها نتيجه. يعني شفنا مثلا سبورتنج لشبونه في سنه من السنين بياخد دوري ابطال اوروبا، شفنا ليستر سيتي في سنه من السنين بيطلع من دوري الدرجه الثانيه ياخد البريمير ليج، الدوري الانجليزي، شفنا مارسيليا في سنه من السنين، شفنا اياكس امستردام في سنه من السنين، كل فتره زي لايبزيج السنه دي عامل سيزون اكتر من رائع. حضراتكم متخيلين مجموعه فيها ريال مدريد، فيها انتر ميلان، فيها شختار، فيها مونشن جلادباخ، فيها لا سوري لايبزيج، لا مش لايبزيج، لا لايبزيج مش معاهم، لايبزيج مع مانشستر يونايتد، مع مانشستر يونايتد. احنا بنتكلم على شختار والريال وانتر، المهم يعني بصراحه انا حتى مش فاكر اسم الفرقه الرابعه، لكن المهدد بالخروج مونشن جلادباخ، صح مونشن جلادباخ المهدد بالخروج بالمجموعه دي الانتر والريال، الفرقتين اللي اساسا كانوا مرشحين ان هم يكملوا الادوار اللي بعدها. وبالتالي زي ما قلت لكم في حاجه بتحصل في خريطه الكره بشكل كبير جدا، وليست بالاسماء فقط الحقيقه من الممكن انك انت توصل او تحقق البطولات. فكره خروج ريال مدريد النهارده او على الاقل يعني انه خسارته النهارده، بلاش خسارته النهارده هتبقى صعبه قوي بالنسبه لجماهير الملكي. خساره الريال اقاله زيدان يعني على طول، يعني ما مع انه كان عامل الحقيقه يعني قبل ما يرجع تاني كان عامل معاهم يعني موسم قوي جدا يعني. طيب ده درس تاني من الدروس المستفاده بيتهيألي بتعلمه لنا الكوره، انه مش من الضروره انك انت تكون لاعب سوبر عشان تكون مدرب سوبر. لا بس زيدان مدرب سوبر يا احمد، لسه بدري قوي على زيدان عشان يبقى مدرب سوبر. لا احنا سيبك من ان هو رجع لهم دلوقتي، لما كان معاهم في الاول من الكلام ده من سنتين، انا عندي مشكله في السنين مش فاكره في سنه كام، كانوا واخدين الثلاثيه تقريبا معاه وكان واخدين دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات. طيب يعني عشان نحكم على مدرب بان هو سوبر بدايه لازم المشوار يكون واحد طويل، نمره اثنين لازم يكون ليه بصمه مع اكتر من نادي. اقدر اقول على بيب جوارديولا انه مدرب سوبر، اقدر اقول على يورجن كلوب انه مدرب سوبر، اقدر اقول على فيركسون مثلا قبل كده انه مدرب سوبر، لكن زيدان لسه شويه. عشان انت بس ما بتشجعش ريال مدريد ولا انا بشجعه، بس حرام بديله حقه. زيدان انا في اوقات كنت بحب اتفرج على 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 الريال عشان خاطر انا بحب زيدان كلاعب، واحد من اللعيبه الممتعه طب هيخسر ولا هيكسب النهارده؟ اعتقد انه ماتش صعب قوي قوي، خصوصا انه الحافز على عند مونشن جلادباخ عالي جدا، وبالتالي والتركيبه بتاعه المجموعه طبعا الانتر باي باي خلاص، الانتر غالبا على اليوروبا ليج لو قدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه النهارده. طب لو زيدان فعلا مشي انت شايف مين الاصلح ان هو يقود ريال مدريد في الفتره الجايه؟ في مشكله كبيره جدا في الريال والبارسا مرتبطه ب الليجا الاسبانيه، الليجا فقدت بريقها يعني انا شايف انه السنه دي بيقولوا ونتحاسب في اخر السيزون، السنه دي اتلتيكو مدريد هو بطل الليجا الاسبانيه، واعتقد انه الفريق الاقوى واللي هيسيطر بشكل كبير جدا على البطولات. على فكره انا معاك في ان الضعف ريال مدريد او برشلونه بيضعف الطرف الثاني والعكس، يعني المنافسه بينهم هي بتقوي الاثنين او بتضعف الاثنين. عشان كده انا اتمنى في الدوري عندنا السنه الجايه يبقى في منافسه قويه، يعني طبعا. انا يهمني انه ما يبقاش الاهلي لوحده كده بيحلق لوحده، بقى يكون في منافسه يعني طبعا في الدوري المصري طبعا، ده في مصلحه الاهلي.